المسألة التي بعد ذلك مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، هنالك يعني إشارات إرشادية توضح لهذا الإنسان القارئ مواضع السجود، مواضع السجود. فإذا مر على هذه الآيات التي فيها سجود، التي فيها سجد التلاوة، فهنالك علامة إرشادية ومكتوب هنالك سجدة، وكذلك علامة إرشادية تدل هذا الإنسان القارئ على السجود. إلا أن العلماء قد اختلفوا في بعض المواضع، في هذه المواضع التي فيها هذه العلامات الإرشادية. الموضع الأول المختلف فيه هل يسجد له أو لا، السجدة الثانية من سورة الحج، فيها علامة إرشادية أنها سجود، لكن هل يسجد لها أو لا فيها خلاف. ذهب بعض العلماء إلى القول بعدم السجود لها، وهو قول الكثير من أهل العلم وعليه الأصحاب أنها لا يسجد لهذه السجدة، وذلك لأن الرواية التي وردت في ذلك لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت في الرواية في السجدة الأولى في الآية الأولى، ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة الثانية. إذ إن هذا الموضع الذي جاء فيه هذا السجود في السجود الثاني في الآية الثانية من سورة الحج، فيه الحديث الوارد فيه ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند هؤلاء الذين قالوا بعدم مشروعية السجود لهذه السجدة الثانية من سورة الحج. وذهب بعض العلماء إلى القول بمشروعية السجود لها، وأنه يسجد لها كذلك. من المواضع التي اختلف فيها العلماء السجدات الموجودة في سورة النجم والانشقاق والعلق، في سور المفصل، هذه السجدات مختلف فيها هل يسجد لها أو لا يسجد لها. ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه ماذا؟ بأنه لا يسجد لها، فهذه السجدات في سور المفصل الانشقاق والنجم، النجم والعلق، النجم والانشقاق والعلق، أو الانشقاق والنجم والعلق، هذه لا يسجد لها عند قول هؤلاء العلماء. وذهب بعض العلماء إلى القول بسنية السجود لها، وهذا القول هو الذي صححه كثير من العلماء، أن بسنية السجود لهذه السجدات، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ هذه السور وسجد صلى الله عليه وسلم عندما مر على هذه السجدات في هذه السور. واضح؟ فإذا المسألة فيها خلاف، والذي يصححه الأكثرون أن نسجد لهذه السجدات، وهو الذي عليه عمل كثير من الناس الآن.